ثلاثة من المؤمنين الصالحين تخلفوا عن غزوة تبوك وأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا نبي الله لم يكن لدينا أي عذر حتى نتخلف، فلم يستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر إلى أن يقضي الله فيهم، وأمر الناس أن يعتزلوهم وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم، وظلوا هكذا 50 يوما حتى نزلت توبتهم من فوق 7 سماوات في سورة التوبة من قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. والله قبل توبتهم لأنهم صدقوا الله وصدقوا رسوله وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني الثلاثة دول أسمائهم إيه؟ الثلاثة دول مجموعين في كلمة مكة، ميم مرارة بن ربيعة، كاف كعب بن مالك، هاء هلال بن أمية. فشف الخير وصل على النبي. السلام عليكم.